وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عمار التباب. مرحبا بك معنا أستاذ عمار، ما التوقعات أن تخرج بها الجولة العاشرة من محادثات أستانا برأيك؟ أظن أن يعني التوقعات محصورة بتكريس ما توصلت إليه الدول الضامنة في اتفاق أستانا واحد، يعني هذا عبارة عن استمرار لاتفاق يبنى على مراحل. هذه المراحل كانت في البداية هي عملية لتأطير الفصائل التي تم السيطرة عليها من قبل الدول الضامنة كل في مكانه. يعني شهدنا بعد عملية أستانا الأولى، شهدنا عملية تفريغ للجيوب التي كانت تسيطر عليها المعارضة امتدادا من المحيط الدمشقي إلى درعا اليوم، واليوم يتم الحديث عن إدلب، ولكن إدلب أراها مختلفة من حيث المؤدى. فإدلب يشاهد الجميع أن الاتفاق الذي كان يتعلق بإدلب تم من خلال وضع نقاط مراقبة للدول الضامنة سواء تركيا أو روسيا أو حتى إيران. أما بقية المناطق فهي كانت عبارة عن عملية تفريغ، يعني لم يكن هناك أي عملية لوضع نقاط مراقبة لاتفاق الأستانة واحد. وبذلك اليوم في أستانة 10 التي تعقد في سوتشي، هناك عملية إنهاء للمراحل السابقة بتفريغ كل الجيوب المعارضة في مناطق النظام. اليوم النظام يسيطر على ما يقارب 70% من الأرض السورية، هناك منطقتين فقط خارج هذه المناطق، منطقة كانت خارج إطار تفاهم أستانا إطلاقا وهي منطقة شرق الفرات التي يسيطر عليها الأكراد، والمنطقة الأخرى هي عبارة عن منطقة يعني المنطقة الأخرى هي عبارة عن منطقة إدلب التي تتركز فيها كل قوى المعارضة. اليوم قوى المعارضة الموجودة في إدلب يراد تطويعها ضمن جسم واحد، ضمن جسم عسكري واحد. هذا الجسم العسكري يسمى عسكري فقط من حيث احتوائه على عسكريين، ولكن لا يقصد منه وجود أي هجمات مستقبلة أو مواجهات مستقبلة بينه وبين النظام. نعم أستاذ عمار، يعني كيف تقرأ إعلان روسيا عن اتفاق على مشروع يتضمن تبادل المعتقلين بين النظام والمعارضة؟ برأيك ما مدى واقعية هذا الاتفاق؟ الحقيقة النظام والجانب الروسي من البداية تعاملوا مع ملف المعتقلين على أنه ملف أسرى، لا يوجد لدى المعارضة السورية أي معتقلين على الإطلاق. هناك بعض الأسرى، وأقول بعض بالتأكيد على محدودية هذه الإجراءات ومحدودية هذه العمليات ضمن إطار المعارضة، لا يوجد هناك معتقلين لدى المعارضة. وجعل ملف المعتقلين عبارة عن قضية تبادل، هذا يفرغ عملية المعتقلين من محتواها. النظام على مدار 7 سنوات كان يتخذ الاعتقال كوسيلة لإنهاك الناس في مناطقه لإسكات صوت الثورة، وهذا ما حصل حقيقة في هذه المناطق. يعني اليوم نشهد تقديم أوراق من النظام تؤكد مقتل عشرات الآلاف من الأفراد الذين كانوا موجودين في سجونه. يعني قدم النظام قوائم ب7000، وتقرير سيزر أيضا قدم وثائق ب11000 معتقل تم تصفيتهم ضمن سجون النظام. نعم، من إسطنبول كان معنا مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عمار التباب، شكرا جزيلا لك.